مرحبا الساع من الكويت إلى الإمارات العربية المتحدة وبالأخص في دبي. اليوم راح نتكلم بشكل تفصيلي مع المهندس أيوب الصفار عن الاستثمارات الكويتية التي تكون في دبي وفي الشارجة، يعني راح نكون على جزئين لبرنامج القرار. اليوم راح نتكلم عن أسعار والاستثمارات الكويتية في دبي، بس خلونا نشوف فقرات البرنامج ونرجع لكم. كنت أطمح إلى أن أكون أشارك في العمل النيابي. في بعض الميزات مو موجودة بولا دولة في العالم. الكويتيين أول خليجيين واشتروا في دبي. تقدر تعلن أنت على وسائل التواصل الاجتماعي، على تويتر، على إنستغرام، على فيسبوك، بتكاليف قليلة جداً تسمح لك أنك توصل وتنافس الشركات الكبار اللي قبل ما كنت تقدر تنافسها قبل 10 سنين. إذا كانت عقود إيجار أو كانت عقود استثمار، وفي فرق بينهم طبعاً. وصلنا إلى فقرة قصة نجاح، وقصة النجاح اليوم تتكلم عن، أحب أسوي تشويق، المهم خلونا نشوف هذه الفقرة ونرجع لكم. احنا يمكن من ضمن اهل الكويت اللي المهن الاساسيه اللي اشتغلوا فيها الكويتيين قديما مهن البحر، يعني احنا اتجهنا الى البحر بحكم تاريخ العائله تاريخ بحري، فحنا اشتغلنا في مهن التجاره وفي مهنه الحضور، يعني نصاب الحضور. هذه مهنتين يعني اشتهروا فيها خاصه مجموعتنا، احنا كمجموعه يمكن قبيلة العوازم أكثر شيء مرك، كانت تاريخ مع الحضور. الحضور هو الأماكن الحظائر لصيد الأسماك، فكانت هذه بالكويت منتشرة على جميع شواطئ الكويت يعني. فإحنا تاريخنا في الماضي كانت عندنا عدة سفن، فإحنا اشتغلنا مهنتين، مهنة تجارية اشتغلنا بالتجارة، ومهنة اشتغلنا في عمل الحضور ونصاب الحضور خاصة في جزيرة فيلتشة اللي كانت مشهورة، وكانت أغلب تجارتنا كانت مع العراق ومع إيران ومع تقريبا الساحل الشرقي للكويت والجزيرة العربية. هذه تقريبا أكثر تعاملنا مع المناطق هذه، كنا ناخذ من يعني من العراق ومن إيران ناخذ خاصة الحبوب والتمور وبعض المواد الأكل والغذاء ونبعثها للمناطق هذه اللي تتجار فيها، وعادة بعد ناخذ الأسماك في الكويت ونبعثها إلى العراق وإيران، كانوا يعني يفتقرون. كانت في السابق طبعا ما في ثلج ولا في، فكانت تملح الأسماك تملح وتباع في أسعار أحسن أفضل من الكويت. أنا من السابق يعني كان عندي طموح سياسي إلى الوصول إلى مجلس الأمة حقيقة، مش يعني قضية الوزارة، فكنت أطمح إلى أن أكون أشارك في العمل النيابي، وكان عندي توجهات سياسية وحبيت طبعاً برمجها وأصل إلى المجلس لتطبيق هذه الاتجاهات السياسية والبرامج السياسية اللي كنت أطمح لها بصراحة، ولله الحمد وتوفقنا في المنطقة. وبدايتها كان من 81 كنت في المنطقة، أول نجاح لي، وبعدين طبعاً النجاح الثاني في 85، بعدها طبعاً التحقت بالوزارة، لأن كان هذا يعني من أحد الطموحات إنه هم يكون لي دور في الحقيقة في العمل الحكومي. يعني الحقيقة الرياضة بالكويت تعاني من زمان، يعني لا تزال حنا مشكلة للحين نعاني من هالمشكلة، هذه مشكلة الرياضة وتوابعها بصراحة. فما كان يعني أنا ما كان هدفي إني يعني إني أدخل في هالمعمعة هذه، لكن يعني الظروف على أيامها هي اللي فرضت علي إني أضطر إني أتخذ القرار بصراحة، لأنه كان قرار يعني بهذاك الوقت لازم نحسم الأمور بصراحة، بحيث إنه وشكلنا عدة لجان لمعالجة هذه المشكلة ما جابت نتيجة حقيقة، لكن حسمناها في قرار وزاري يمكن مثل ما تفضلت ذكرته أنت، وكان على الأقل شوية قدرنا نعالج جزء من المشكلة وفي في تلك المرحلة بصراحة. لكن هم للأسف يعني بعدها استمرت، يعني بعد سنوات استمرت الأخطاء بالرياضة واستمرت الشحن في الرياضة، ولا نزال الحين احنا في 2000
و16 نعاني من مشكلة الرياضة ومشكلة عدم الانضباط في هذا الجانب. بصراحة احنا الان نعيش مرحلة جديدة من مراحل اللي يمكن كل ابونا قاعد نعايشها، اللي هي مراحل الطفرة اللي صارت في وسائل الاتصال، اللي هي وسائل الاتصالات الحديثة هذه لخبطت الناس اجتماعيا ولخبطتهم سياسيا ولخبطتهم حتى يمكن كل ابونا عايشنا الثورات هذه اللي صارت في عالمنا العربي كلها نتيجة هذا اللي صار بالنسبة للتواصل الاجتماعي، التواصل في الاتصالات وفي التطور اللي صار في الاتصالات بالعكس أصبح. فأنا أنصح الشباب الحقيقة أنهم يتقيدون بالقيم، القيم اللي احنا نعرفها، فلا يتمادون في موضوع الاتصالات هذه. خلينا شوية الحقيقة نعرف قيمنا وأخلاقنا، بحيث أن كانت أو في السابق كانت الحرية معروفة في الصحافة ومقيدة في أمور معينة. الآن أصبح الإنسان الفرد الواحد يقدر يخلق نفسه مشاكل وهو في بيته بصراحة، عن طريق التواصل الاجتماعي ممكن يبدي أراءه بطريقة مخالفة للقوانين، مخالفة للقيم، مخالفة. هذه الآن من المشكلة اللي مو يعانونها مش بالكويت، يعانيها على مستوى العالم العربي، على مستوى العالم بأسره. أصبح الإنسان الحقيقة يقدر يعمل أمور قد تضره وقد تنفع في نفس الوقت بصراحة في هالوسائل الاتصالات هذه. هي خاصة كاشف والله أيوب، أنت اللي تضبط له يعني في كل سفرة لازم تضبط له في لبس زي الرسم حقك. تدري إحنا كل بلد نروح ممكن هم أشقاء خليجيين، حبنا نلبس لبسهم، ممكن قراب منهم، نعرف فيهم كلهم بالخليج، وأهل الإمارات ما شاء الله ناس مضيافة ورحبوا فينا أهلنا وإخواننا. أي أيوة والله أكيد أيوب، وخلت أتكلم عن شوي شوي يعني قاعد أشوف تطور يعني نقول في كل سنة قاعد أشوفها غير. صح ما شاء الله تطور عمراني سمة واضحة يعني، والحلو فيهم أن حكومة محمد بن راشد ما تكتفي بالموجود، يروح حق اللي بعده على طول، يعني تارجتهم جدا عالي وطيب، وما شاء الله أجواءهم طول السنة شهر 11 12 1 2 أجواء جميلة. أحسن يعني شهر 11 مثل ضبطنا شهر 11 ضبطك أنا الحين. إحنا الحين شارع شيخ زايد والكافيهات، ايش رايك ناخذ قهوه ونصور سناب ونحط نحتسيها يلا نحتسيها. وصلنا إلى الفقرة الرئيسية في برنامج القرار، وفقرتنا اليوم تتكلم عن الاستثمار في دبي، وإحنا موجودين بعد في شارع زايد ومع المهندس أيوب الصفار. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يا أبو حصة الإماراتي بعد فلها. يا سلام. كل ديرة نلبس زي مالها. أيوة الحلقة الجاية أفريقيا. وين الحلقة؟ ما راح نقول بعدين. المهم أيوب، أول شيء خلنا نتكلم عن الاستثمار في دبي، شو اللي يميز الاستثمار في دبي؟ طبعا ما ادري من وين ابدي الامانه. دبي وما ادراك ما دبي، يعني دبي لها مكانه مو بس في الخليج، حتى تعدد كونها العلامه الفارقه في الشرق الاوسط، اصبحت مدينه على خريطه العالم. دبي كل شيء فيها مميز للامانه. صح. يعني اليوم ما ادري من وين ابلش ايجابيات هذا المكان، يعني علامه جدا فارقه في الاحداث اللي تستضيفها،
ودبي على موعد مع حدث عالمي كبير اللي هو اكسبو 2020، قد يكون هو المحرك الاساسي اللي راح ينعش الاقتصاد على كل اجزائه. ما مجينا نتكلم اليوم فقط عن العقار، نتكلم عن اشياء كبيره موجوده بدبي راح تحرك العجله الاقتصاديه ككل. اضافه الى ذلك كثير من المعالم العقاريه المميزه على مستوى العالم موجوده، الحدائق كذلك، المولات، يعني في كثير من المميزات الموجوده تخلي دبي تحتل فيها مكانه. اضافه الى ذلك يعني تقدر تقول ان دبي مميزه حتى في اجراءاتها، طريقه الدخول لدبي جدا سهله لجميع معظم الجناسي بالعالم، بلد منفتح على العالم، منفتح على الاستثمار، يستقطب الاستثمارات الخارجيه الى دبي. يعني كاقتصاديين قد نشوفها على خريطة العالم من أهم البقع الموجودة في العالم كاستثمار هي مدينة دبي. عدة عوامل إن شاء الله راح نسولف فيها بالتفصيل الممل بإذن الله يعني بالمحاور الجاية. قاعد تشوف أيوب يعني حتى الكويتيين في كل ويكند في كل عطلة زرق لدبي وخذاله شوي راحة وسياحة ورجع. خلينا نتكلم عن أسعار دبي، يعني الأسعار هي غالية زينة. شوف قبل أن نتكلم عن قضية الأسعار فيهم لازم على عادتنا في برنامج غرار نحب نعطي شوي لمحة تاريخية بسيطة عن المكان اللي احنا بنتكلم عنه. طبعا دبي ما هي العاصمة، العاصمة أبوظبي. دبي هي إمارة تعتمد بالدرجة الأولى يعني اقتصادها مو على الاقتصادات الخليجية مثل الاقتصادات الخليجية البترول والغاز وغيره، لا تعتمد اقتصادها على العقار. اليوم نتكلم عن بلد العقار. طبعا ما يعني من المعلومات اللي تشد الانتباه ان نسبه المواطنين الاماراتيين في دبي هي 9.5%. يعني هذا الرقم نقدر نقراه من باب ان البلد مفتوح لجميع الجناسي، لجميع الجنسيات، تملك، تفتح بزنس، تقيم، تعيش في هذا المكان، فهو تارجت للامانه لكثير من الجناسي. علاوة على ذلك مثل ما قلت لك اقتصادها جدا مميز، قد يكون مساحتها 4200 كيلومتر مربع. هذه اللمحة التاريخية. إذا نتكلم اليوم على أسعار العقار، كثير من المناطق يعني ينشدونها الكويتيين. خلينا نتكلم التوب فور اللي أسعارهم شوي متقاربة، يعني أسعار القدم. هم نقطة قبل لا أوضح الأسعار، بوضح أن دبي تعتمد عملية البيع فيها على القدم المربع. طبعاً المتر هو 10.76 قدم. الآن هم قبل الخوض بالأسعار لازم أوضح الفرق بين المساحة الإجمالية والمساحة الصافية. المساحة الإجمالية تتكلم أنت عن إجمالي الشقة وهي المساحة مو المستخدمة فقط، زائد أنك المساحة المشتركة في البرج اللي هي الممرات وحصتك من الأرض وغيرها. يعني على سبيل المثال إذا قلنا غرفتين وصالة 80 متر أو 85 متر راح يكون المساحة الإجمالية هي 115 إلى 120 متر على حسب الطريقة اللي يستخدمها المالك. لكن البيع في دبي يرتكز يعني بشكل أساسي، قد تكون من المناطق القليلة بالخليج العربي تستخدم المساحه الصافيه. انزين على بعد على خلاف الامارات الاخرى. انت قاعد تتكلم عن المساحات وعن المساحات قبل لا اخوض بالاسعار، الفرق بين المساحه الاجماليه والصافيه. اليوم بدبي الاسعار اللي راح اقولها الحين 99% منها هي مساحات صافيه. اذا المواقع الحين بنخوض فيها بالمناطق، المناطق اللي التوب فور اللي يتراوح، طبعا كلام تقديري ما هو كلام 100% صح، يعني لانه يعتمد، اكو بعض المرات تحصل شيء رخيص فرصه لقطه مثل ما يقولون، واكو بعض المرات يكون راعي الشقه طالب غالي بحسب الرغبه واللوكيشن. الاربع مناطق الرئيسيه اللي هي داون تاون اللي في برج خليفه، اضافه الى الجي بي ار، كذلك شارع الشيخ زايد ومنطقه الجميره، هم اسعارهم تتراوح ما بين 1400 درهم للقدم المربع الى 1600 درهم للقدم المربع. نيجي بالدرجة الثانية إلى المناطق اللي شوي تكون أفضل من هذه، أفضل من المناطق اللي هي قاعد تبلش من الأغلى إلى الأدنى.
السعر اللي شوي يكون يعني في متناول يد، اللي هو بين 800 إلى 1100 درهم، اللي هو منطقة الفرجان، ويعني في مناطق ثانية أحب أذكر لك إياهم عشان لا أنسى أحد. عندك منطقة الفرجان، كذلك منطقة الجميرة. بعدها نرجع حق المناطق اللي تطل على شارع محمد بن زايد، وهو الشارع الموازي، يعني موازي لشارع الشيخ زايد، خط سريع تمر عليه عدة مناطق من ضمنها سيليكون، الجميرة فيليج، دبي سبورت وغيره. يعني متراوح سعر المكان هناك من 800 إلى 1000. وإذا أخيرا وليس آخرا بنروح على المناطق الأرخص، وتعتبر يعني تعتبر من أرخص المناطق الموجودة في دبي بالوقت الحالي، اللي هي الليوان والآرسي، هم يعتبرون يعني نوعا ما أسعارهم أرخص من باقي المناطق. هذه يعني بريف بسيط، نبي نفصل فيه نحتاج يمكن موسم كامل. أي الحجز لي اللي الأغلى اللي عند برج خليفة. الأغلى شايف لك من هاوس بالمارينا. أي بس هذا هو. تعشر مليون. إنزين، هنتكلم عن دبي، شو اللي يميزها بالعالم؟ والله شوف دبي يعني لو تسأل، احنا مسافرين اوروبا، لو تسأل اي مكان بالعالم، اي اوروبي اي اجنبي، بيقول لك ان انها انت ساكن مكان، فانت يم دبي. فدبي علامة فارقة لكثير من دول العالم، فيها كثير من العلامات اللي ما تلقاها في العالم. اول شيء نبلش على سبيل المثال وراح نسردهم، طبعا هم اللي راح نسردهم اشياء بسيطة، ما نبي نبخس حق التجربة، تجربة كبيرة في الإمارات، وهم يعني سرد المشاريع وتفصيلها يحتاج وقت كبير. نذكر على سبيل المثال للحصر، أول شيء اللي هو برج خليفة، ويعتبر أطول برج في العالم، 828 متر، وهو علامة يعني مميزة لدبي. برج خليفة وهو برج سكني، وفي فندق أرماني، ومربوط مع دبي مول، ويكون هو القلب النابض لمدينة داون تاون، وهو من تطوير شركة عمار. نبي نروح ايضا على مستوى الفنادق، اكو برج العرب، وهو ايضا من الفنادق المميزه على مستوى العالم، تصميم معماري، قد يكون حصل على سنه 2006 افضل تصميم فندق انذاك، وما زال مميز، 2016 وما زال مميز، ولو رواده ولا استقطابه الكبير. دبي تعتبر وجهه كبيره في عالم التسوق، يعني يقصدونها وايد، واتوقع انت امس ما شاء الله ما خليت شيء في دبي مول يقولون. انا؟ ايه اي ماشي. يقولون طالب جنطه زياده حق الوزن. اي وزن. فدبي فيها اكثر من تقريبا 70 مركز تجاري، وهو رقم كبير للامانه. اكبرهم في الوقت الحالي اللي هو دبي مول، ويعتبر من وجهات التسوق المميزه للامانه في الخليج العربي. كذلك عندهم مشروع يعني طمحانين الجماعة أن يسوونه، هو مول العالم، راح يكون أكبر مول مغلق في العالم، وفي أرقام للأمانة حتى كطموح مخيفة. يعني خلنا أعطيك إياها على سبيل المثال، هو أكبر مركز تسوق بالعالم، مساحته يتجاوز 48 مليون قدم مربع على شارع الشيخ زايد، 20,000 غرفة فندقية، ويعني الكباسيتي ماله مستعد يستقبل 180 مليون زائر بالسنة. الله. هذا رقم يعني بأي مكان يصير تعرف ان المكان هذا جدا مميز، وهو مكان تارجت لكل سياح العالم للامانه. يعني دبي قاعد تقطع شوط انها تكون عالميه على وزن نيويورك ولندن وباريس وكوالالمبور ماليزيا، يعني قاعد تثبت نفسها وبقوه. وانا حتى في قطاع التجزئه 180 مليون يعني في قدره شرائيه، في ناس تملك من هذه القدره الشرائيه، وفي سياح ينفقون اموال فيها. كذلك اذا بنروح على مشروع انا صراحه يعني انصح فيه وايد من الكويتيين ان يزورونه، وهو دبي باركس، وقد يكون بالنسبه لي هو رقم الوجهه رقم واحد في الشرق الاوسط على الاقل. يعني هي مدينه ملاهي، شيء جبار، هوليوود، بوليوود، ليجولاند، واتوقع المدينه الثالثه اسمها موشن جيم. مكان عائلي، في فنادق عائلي، قنوات مائية، ألعاب، سينما، مسارح، عروض. هذه لها سفرة كاملة بس. هذه أتوقع أنها تحتاج لها سفرة إلى يعني بروحها سفرة تقضيها أنت مع عائلتك، تقدر تقضي 3 أيام من غير ما تطلع لأماكن خارجية. مشروع جبار، وافتتح شهر أغسطس اللي طاف،
ويعتبر ايضا من المعالم الجيده. نبي نرجع حق معالم مختلفه، النخله، دبي مارينا. صح، تحب القعدات على المارينا؟ هذا احب البحر، نافوره وكافيهات وشيء مرتب. صح. ايضا بنروح دار الاوبرا الجديد، ايضا معلم عقاري جبار، والمميز فيه ان المصممه هي زها حديد، هذه المصممه الرائعه، يعني تحفه معماريه. انا ادعو لزياره، على الاقل لو مو مهتم بالاوبرا بس شوف المبنى وشلون صاير ومرتب. اخيرا وليس اخرا اللي هو اوتلت ذا فيليج الجديد، وذات طراز ايطالي، هم ايضا تو فاتح، جزء منه اشتغل والجزء الاخر من اتوقع راح يكون وجهات التسويقيه القويه. يعني ايوب نقدر نقول ان منطقه، يعني شو اقول لك، ديره سياحيه متكامله، تبيها عائليه، تبيها شبابيه، شنو اللي تبي؟ تبي تسوق، تبي تودي عيالك، فيها كل شيء. كل شيء. اتوقع انت بالشهر مره لازم تنزل بها. من صدقك انت اذا مو مرتين بعد. المهم ايوب خلينا ناخذ لنا فاصل ونرجع. رجعنا لكم بعد الفاصل وموجودين في شارع زايد وبالاخص في دبي. ايوب يعني الجو حلو صح؟ احنا جايين احنا في شهر. قبل لا ندش بالحوار شنو؟ بشوف عيونك. ايش دعوه؟ ايش رايك نقط يا يا عيون المها؟ يلا مع المشاهدين طالبينها بالهاشتاج. ايوب يعني السيزون الحلو في 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 دبي انه عند اجواءها يعني مستقره، ما هي بارده وايد ولا هي حاره، يعني اكيد حاره تكون في شهر 6 لا تسعى، هذا صحيح. الامارات وساحل عمان ايضا يتميزون، احنا الشتاء عندنا موسم المخيمات بالكويت والرياض والاماكن الصحراويه، هني ما شاء الله الجو معتدل وقد يكون هو الموسم المرتفع. الهاي سيزون عندهم حتى في حركه اشغال الفنادق هي شهر 2 موسمهم الرئيسي ومهرجانهم الرئيسي. صح، كل شيء يرتفع عندهم. انزين خلينا نتكلم الاجراءات السليمه للمستثمر، يعني لما انا ابي اي واستثمر في دبي وابي اخذ لي شقه ولا شيء، نبي النصيحة وشنو الإجراءات السليمة؟ زين خلينا نشوفك ذاكر الحلقات اللي طافت ولا تذكر في حلقة اللي تكلمنا فيها لماذا يستثمر الكويتي بالخارج؟ أي. كان عندنا نصائح عامة إن أنت تحدد الهدف من الشراء. صح. أيضاً هذه النصيحة تنطبق على دبي كونها من الوجهات الخارجية اللي استثمر فيها الكويتي. لازم نميز أنت اليوم شنو حاجتك في الاستثمار، ما بين السكن وما بين الاستثمار. استفضنا فيها بالحلقة بس لا بأس نذكرها مرة ثانية. أي. إذا كان في قرض السكن احنا نحبذ وبقوة معاينة العقار قبل الشراء. صح. معاينة المكان وتشوف شنو احتياجاتك، انت تحتاج مول كافيهات، والله تيجي تقول لي يا ابو حصة انا ريال احب الكافيهات، يقول تعال اشتري شارع شيخ زايد هني ما شاء الله شوف كلها كافيهات تقدر تنزلها، لا والله انا احب مركز تسوق فتشتري داون تاون يمك دبي مول وغيرها. فكثير من ال المواضيع مرتبطة في بعضها، إذا كان العقار جاهز أفضل أنك تزوره، وحتى إذا ما كان جاهز زور اللوكيشن، شوف المدارس اللي حوالينا وغيره. هذا بالنسبة لقضية السكن. الحين ما عنده حجة أيوب، يعني دبي كاهي يمك ساعة، كاهي يمك، حتى أسعار يعني التذاكر جدا. صح. معقولة ومقبولة. صح. مو في المواسم، في الأيام العادية. عادة. في غرض الاستثمار نفس الطريقة، قوة المنطقة، القدرة الإيجارية، قبول الإيجاري على المنطقة، عملية إعادة البيع إذا المكان مرغوب في إعادة البيع أو غير مرغوب، لأن مثل ما ذكرنا في السابق تذكر أن أنت كمستثمر بعد 5 سنين تبتر ترجع رأس مالك لتملك بيت العمر وغيره، فضروري جداً جداً أنك أنت تحرص على النقاط اللي ذكرناها بالحلقة الثانية اللي هي قضية أنك تحدد رغبتك بالشراء، شنو السبب، وتتوجه بالنصائح العامة على حسب احتياجك. الحين من ضمن النصائح الخاصة في دبي، الحلو فيهم سوق جدا منظم، وقد تكون في ميزات مو موجودة، وأنا مو قاعد أبالغ ولا محتاجة دبي أن نشهد لها شهادة مبالغة. في بعض الميزات مو موجودة بولا دولة في العالم. دائرة الأراضي والأملاك عندهم خدمات جدا متطورة، إحدى الخدمات الملفتة للنظر أنا أقدر أشوف شركة مطورة، أقدر أدش على دائرة الأراضي والأملاك أتابع تاريخ هذه الشركة المطورة، مشروع نسبة الإنجاز، الإسكرو أكاونت، وأيضاً تفاصيل مهمة للمشروع. من ضمن النصائح العامة اللي نطرحها إحنا حتى كأشخاص آخرين اللي هو تعال شوف
تاريخ الشركة المطورة ماذا قدمت؟ هل سلمت المشاريع بالوقت؟ تعثرت؟ نسبة التعثر ومستوى تشطيبها من الأشياء المهمة. إذا تبي تشتري المطور معروف حاول تزور له بناية بنايتين، شوف الكواليتي البناية اللي عنده، مستوى التشطيب هل هو فعلا راقي مطابق للبروشور اللي نزله، غير مطابق. فأكو شفافية جدا واضحة عندهم في دائرة الأراضي والأملاك، والأمانة خطوة يشكرون عليها، يدفعون دفعة واضحة أن السوق يكون شفاف واضح. إذا أنت عندك مشروع معين، يعني الملفت بالنظر يوم زرت أنا جناح شركة دائرة جناح دائرة الأراضي والأملاك في معرض سيتسكيب العقاري، كان شهر 9 اللي طاف، يوضح لك حتى الانخفاض أن المشروع مثلا أفرض أنه وصل 60%، نزل مرة ثانية نسبة الإنجاز إلى 55. تقول لي أيوب شلون ينقص نسبة الإنجاز؟ تنقص نسبة الإنجاز إذا المشروع وقف، يكون في توالف، معناته يكون عندك مرة ثانية عملية تبديل النيل ولا السيراميك ولا مش عارف أي أشياء تفسد مثلا إذا كان الجو مو زين. فللأمانة هي خطوة جدا ممتازة واضحة. نقطة ثانية يتميز فيها سوق دبي عملية الوسيط، الوسيط العقاري. تذكر احنا ذكرنا في حلقات سابقة عن عملية تنظيم السوق العقاري وأهمية السوق العقاري. واحدة من الأمور المهمة أن من يزاول المهنة هنا لازم أن يخضع لرقابة دائرة الأراضي والأملاك، تخوض دورة وتأخذ شهادة، والشهادة تتجدد كل سنة. فأي وسيط، النصيحة العامة، أي وسيط تبي تتعامل معه، أي شركة تتعامل معه، تقدر تشيك أونلاين في موقع دائرة الأراضي والأملاك، تشوف الوسيط تصنيفه، إيميله، صورته، رقم هاتفه، وإذا بطاقته فالد ولا لا. أي واحد تشترون منه عقار يا جماعة في دبي، اطلب منه هوية المزاولة المهنة، وتشيك على أنها صالحة. قد يكون هو طلع هوية مدة سنة واحدة وقاعد يمارس العمل 3 سنين، بس تشيكوا عليها وتقولون تشيكوا عليها ولا لا. يعني أيوب ما نقدر نقول ما ينقص علي، ما تقدر ينقص. الاتجاه العام اللي موجود في دبي هو شفافية في السوق. شفافية تخلق نوع من التوازن بالمعادلة، حفظ حقوق المالك وحفظ حقوق الشاري على حد سواء. دبي هني تحفظ حقوق الملاك اللي بيستثمرون وبيبيعون، تحفظ لهم حقوقهم، وبالدرجة نفسها على الضفة الأخرى تحفظ حقوق الناس اللي تبي تشتري، تضمن لها حقوقها. النقطة الأخيرة اللي أحب أوضحها أيضا، لما أنت تبي تشتري من شركة مالكة راح تحول لحسابهم، يسمونه الإسكرو أكاونت. تشيك على الإسكرو أكاونت أونلاين مع دائرة الأراضي والأملاك إنه هو نفس الأكاونت مطابق لهذا المشروع. لا سمح الله مستقبلا تفادي لمشاكل ولا شيء، الدائرة لها سلطة على هذه الإسكرو أكاونت في فض النزاعات وغيرها من هذه الأمور. والوثيقة نقدر نأخذها بسرعة بعد؟ الوثيقة راح نستفيد فيها. الوثيقة ما شاء الله دبي وصلوا مرحلة إنه يقدرون يأخذون منك رسوم الوثيقة وحتى المشروع على قيد الإنشاء قبل ما يتجاوز نسبة معينة، وتشتريها قيد الإنشاء بس يخلص المشروع خلال أسبوع يطلعوا لك الوثيقة، والوثيقة تسمى هني تايتل ديد. حلو. إنزين هنتكلم بخصوص استثمار الكويتيين بدبي. والله شوف أنا صراحة كنت سعيد جدا بمقابلة سعادة سلطان بطي بن مجرم، وهو مدير عام دائرة الأراضي والأملاك. للأمانة تكلم كلام حلو وكلام جميل، خلنا نشوف شنو قال عن الكويتيين ونرجع. يلا. احنا اليوم في دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي، معنا سعادة سلطان بطي بن مجرم بن محمد. حياك الله. حياكم الله. يا مرحبا. يا هلا فيك. نشكرك أول شيء على استقبال الحافل. الله يبارك فيكم. الله يعطيكم الصحة والعافية. حياكم الله. اليوم نبي نسولف عن دائرة الأراضي والأملاك، قصة تأسيسها والدور اللي تقوم فيه. أول شيء في البداية طبعا أحب أرحبكم في بلدكم الثاني دبي، وأنا بعد من الجيل اللي تربى تحت مدارس الكويت ودرس في مدارس الكويت. طبعا كثر الله خيركم وكثر الله خير الكويتيين اللي يعني يدهم بيضاء علينا، الحمد لله رب العالمين، ما ننسى فضلهم. طبعا دائرة الأراضي والأملاك أسست في الستينات 1960، بناء على أن الشيخ راشد رحمة الله عليه وطيب الله ثراه بدأ بعملية التنمية العقارية أو التنمية في إمارة دبي قبل الاتحاد. طبعا هذا الشيء حب أنه يفصل الأملاك الخاصة بالحكومة عن الأملاك الخاصة بالملاك اللي يملكون الأراضي في دبي. دبي كانت عبارة عن مناطق
مأهولة ومسكونة، وعن مناطق مزروعة تعرف النخيل والنخل والأشياء هذه. فأسست في هذه الفترة، وطبعا عملت بطريقات النظام العيني العقاري، وأجلب يعني الحكومة جابت خبير من السودان، وكانوا خبراء السودان في مجال البلديات والعقار يعني وايد متوفرين في السودان، فهم اللي حطوا الأنظمة في بداية الستينات. طبعا الدائرة كان نظام العمل مالها نظام تسجيل العقاري. في بداية السبعينات طلع سوق قوي للدائرة ولدبي كسوق عقاري تجاري، وشاركوا فيه كثير من الكويتيين أيضا واشتروا، والخليجيين يعني في هذه الفترة. حتى أنا طلعت على ملكيات تم إصدارها للكويتيين في سنة 67 في هذه الفترة. هاي الفترة طبعاً اللي هي بدأت الحركة العقارية، لكن طبعاً مو على هذا الزخم السابق، لكن البلد بدأت فيها التنمية خصوصاً بعد الاتحاد، لذلك صار عمل دائرة الأراضي جداً يعني مهم في هذا الجانب. حدثنا عن الخدمات اللي تقدمها الدائرة. طبعاً إحنا دائماً نقول إن المدح بوجه الواحد مذمة، لكن كعقاريين كلنا نشهد لإمارة دبي بأنها أكثر إمارة متطورة عقارية. نبي نسولف شوي بالتفصيل أكثر عن الخدمات اللي تقدمها الدائرة. أنا خلني أحدثكم أول في البداية عن خدمة التسجيل العقاري ما قبل التنمية اللي صارت ما قبل سنة 2000. دائرة الأراضي والأملاك يعني دائرة هي تعتبر السجل العقاري يعني اللي يحتفظ بجميع المعلومات الخاصة يعني ببيانات الملاك وبيانات العقارية في الدائرة في السجل الواحد موحد. نحن يعني بدينا نشتغل يعني إلكترونيا في سنة 1997، ودخل عندنا نظام إلكتروني بدال من النظام اليدوي، وحولنا النظام العيني إلى نظام إلكتروني. لكن بداية التنمية بدأت في سنة 2000-2002، ومن 2002 لين اليوم يعني طورنا تطوير، يعني طورنا القطاع العقاري عندنا تطور، وطورت أيضا الدائرة كذلك في خدماتها وفي تنويع خدماتها. فنحن نشوف خلينا نتكلم شوي باللغة الإنجليزية، مو بالإنجليزي، يسمونه line of business. كان line of business الوحيد لدائرة الأراضي والأملاك وخط العمل هو التسجيل العقاري، وعبارة عن تسجيل شو؟ تسجيل الممتلكات، تسجيل الرهونات والقيود اللي تكون على العقار. بعد ذلك في سنة 2007 طرأ علينا أيضا عمل آخر اللي هي مؤسسة التنظيم العقاري، فصار عندنا two line of business. صار عندنا يعني مؤسسة التنظيم العقاري هي مختصة في مراعاة القوانين، مراعاة عملية تنظيم السوق العقاري، لأن السوق العقاري صار يتحرك بزخم قوي من سنة 2005 إلى 2008 قبل الأزمة. بعد ذلك طبعاً جانا line of business آخر اللي هو معهد دبي العقاري، والمعهد هذا طبعاً احتجنا لأن نحن محتاجين أن ندرب أن يعني الناس اللي يشتغلون في العقار، خصوصاً الوسطاء العقاريين، خصوصاً يعني المشاريع العقارية اللي طلعت محتاجة إلى ناس يشتغلون في هذا الجانب، فطلع معهد دبي العقاري كحاجة ماسة للسوق، فصار عندنا يعني بعد خط عمل رابع. بعد ذلك أيضاً طلع عندنا قطاع الإيجارات وقطاع تشجيع الاستثمار، هذه لها قطاعين آخرين أيضاً ضفناهم على عمل، وكل قطاع له خدماته الخاصة وخدمات الأشياء اللي هي محتاجة في التسجيل العقاري. أبو محمد، خلنا نسولف الحين عن الكويتيين كمستثمرين، علاقتكم مع المستثمر الكويتي، وخلنا شوي نسولف بعد بلغة الأرقام، أي مرتبة إحنا موجودين بدبي كمستثمرين، شنو الأرقام اللي عندك؟ الكويتيين أول خليجيين يو واشتروا في 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 دبي، ويعني أذكر أنهم اشتروا أراضي كبيرة واشتروا في مناطق في الإمارات أيضا في الشارجة في رأس الخيمة، لكن في البداية وحطوا اشتروا في دبي.
هم دائما يعني ماخذين الرتبة الأولى على الخليجيين في يعني تصور كونهم أول مستثمر هم عندهم وايد أماكن بالأماكن القديمة محل الأماكن الحساسة نفس ديرة وغيره ملك الكويتين طبعاً في أشياء داخل في ديرة في أشياء أيضاً وأيضاً هم ما توقفوا نحن تقريباً حوالي أظن استثماراتهم واصلة إلى 15 مليار 14 وحاجة لكن في حدود ال 15 مليار وهم سواء كانت يعني عقاراتهم في الفريهود أو في دبي اللي هي خاصة بالمواطنين نحن عندنا البيع المناطق مقسمة إلى قسمين قسم دبي القديمة واللي هي نقول عنها دبي اللي فيها بس فقط الخليجيين والإماراتيين يقدرون يشترون فيها وطبعا نحن نتعامل مع الخليجي مثل ما نتعامل مع المواطن ما في قيود مختلفة بينهم يقدر يشتري القدر اللي يبغاه مثل ما هو المواطن وطبعا في منطقة ثانية اللي هي منطقة الفريهود اللي هي الأجانب يقدرون يشترون فيها وأيضا الخليجيين يشترون فيها عندنا مستثمرين من الكويت وعندنا أيضا تجار مطورين من الكويت دخلوا في جانب التطوير العقاري شلون أداء المطورين الكويتيين؟ ممتازين طبعا شوف أنا معروف عن التاجر الكويتي أنه إنسان يعني ذكي يعرف وين يستثمر عقارة يعني أمواله وهذا الشيء اللي لمسناه نحن في الكويتيين ونوعا ما هو مغامر يمكن يصير يشتري فيها ما كان محد فكر فيها دائما تلقاه أول الناس صحيح يستثمر فيه في العقار ويستثمر فيها الأشياء فهذا اللي لمسناه طبعا من الكويتيين أداء ممتاز وما تشفنا منهم إلا كل خير سمعنا الكلام يعني ما شاء الله لقاء أنا شخصيا وأنا شخص عقاري والدولة العقار للأمانة استفدت من المعلومات شاكرين جدا لسعادة سلطان بطي بالمجرم استقباله كان حافل لنا والأمانة الجماعة بسرعة ردوا علينا وعطونا موعد بأسرع وقت ممكن يستقبلونا حفاوة استقبال الله يهني أهل دبي بهذه الدائرة بهذه الخدمات صح. المميزة صح. الجماعة جدا متميزين وللأمانة بدون مجاملة بدون تملق يعني تجربتهم فريدة على مستوى العالم انك تخلص معاملة بعشرين دقيقة اكيد دار الحي المهم يا ايوب يعني احنا تكلمنا الحين عن الاستثمارات في دبي والكويتين في كل مكان يستثمرون يعني ما هي بس دبي هم في برا دبي عندك الشارجة وفي بعد مناطق ثانية صح؟ نعم عجمان راس الخيمة الفجيرة خفكان كل مكان انزل. الحين خلصنا من دبي نروح شارجة ايش رايك؟ شارجة كاهي قريبة شارع زايد وصلنا مو الحين اسمه الياد مساكم الله بالخير وصلنا إلى فقرة وهي فقرة علامة تجارية كويتية وعلامتنا اليوم تتكلم عن شخص بلش من الصفر شفتوا الصفر؟ هذا هو الشخص اللي بلش من الصفر كان عبارة عن مشروع بلش فيه بوثات تجارية وبعدها انتشر بالكويت وغريبا راح ينتشر إن شاء الله في الخليج مع أن سيد راكان الفضالة مساك الله بالخير يا أهلا مرحبا حياكم الله ونورتونا وأنت صديق يعني قديم يا راكان والله يوفقك إن شاء الله نتشرف فيكم وشكرا على هالوجود الكريم اللي لولاه ما وصلنا لهالمرحلة حبيبي تستاهل يا راكان خلينا نتكلم أول شيء عن المشروع متى بلشت وشون بلشت هو شوكليت نس مشروع عائلي صغير كنا نسميه في بداية المرحلة الأولى just for fun business مشروع صغير جدا وهو مشروع عائلي عندنا كيكة في غدا العائلة في نهاية كل أسبوع في فرصة حصلت لنا أن ننقلها نبيعها في أحد المعارض المعنية بدعم المواهب الشبابية في جامعتنا أيام الدراسة حلو. هذا المشروع في مرحلته الأولى كان فقط يشارك في المعارض الشبابية ويبيع الكيكة يوم يومين وينتهي المشروع بنهاية المعرض حلو. انتقل بعد سنتين إلى مشروع منزلي بناء على الطلب من الشباب والربع والمحيط اللي حلو. نشوفه في المعارض نبي كيكة الجامعة نبي كيكة الكرنفال على هالأساس انتقلنا إلى مشروع منزلي نسوي الكيكة ونوصلها لمنازل الناس اللي يطلبوا منا من معارفنا وربعنا
بعد سنتين يمعنا رأس المال المطلوب لتأسيس الشركة رسميا في الدولة، وعلى هذا الأساس انتقلنا إلى المرحلة الثالثة الرسمية اللي هي شركة شوكليت نس، شقالة من 2011 إلى اليوم. طبعا بداية المشروع أول تأسيس له كان في نوفمبر 2007. حلو. اللي إن شاء الله السنة الجاية راح نحتفل في السنة العاشرة لهذا المشروع. فهو ينقسم إلى ثلاث مراحل زمنية. اليوم الحمد لله إحنا مشروع موجودين في ست محافظات، في ست فروع في الكويت، بداية من رأس مال $500 في محل مؤجر 9 متر مربع في أحد الجامعات في الكويت. ويقولون ما نقدر نسوي مشروع، تقدر تسوي مشروع، وما شاء الله يعني أنت من سويت هذا المشروع وهو الكب كيك الكل قام يسوي نفسك ويقلدك يا راكان. أول شيء خلينا نتكلم عن الانتشار في السوشيال ميديا. نعم. هل تشوف أن السوشيال ميديا ساعدك على انتشار؟ احنا كمشروع صغير في الكويت صعب علينا ان نعلن في الوسائل الاعلاميه التقليديه اللي كلفتها العاليه. بينما الاعلام الاجتماعي فيه كلفه قليله، وبعض الاحيان ما في تكلفه مقابل بعض المؤثرين اللي يساعدونا مثل كشرواك جاسم. في ناس كثير يساعدون المشروعات الصغيره ويدعمونهم اعلاميا في وسائل التواصل، انستغرام، تويتر، قبلهم كان الفيسبوك، وكان في بي بي ام احد الفيتشرز في تليفون البلاك بيري كنا نسوي مسابقات يوميا نرسلها برودكاست، اسرع واحد يجاوب نعطيه جائزه. وعلى هذا الاساس شركه بلاك بيري عملت كيس ستادي عن شوكليت نس في كيفيه تسويق المنتج باستخدام احد خواص هذا التليفون، وتم نشرها في الاعلام في الكويت على اساس تبين شلون ممكن المشروعات الصغيره تستفيد من الحلول المتوفره امامها. طبيعي ان في تحديات، احنا ما نقدر ننافس الشركات الكبار، لكن اليوم عندنا وسيلتين رئيسيتين حق اي مشروع صغير يقدر انه ينجح من خلالهم. اول شيء المعارض المعنيه بدعم المواهب الشبابيه والمشروعات الصغيره، ثاني شيء الاعلام الاجتماعي اللي كل شخص يقدر يفتح له حساب فيه وينشر معلومات عامه عن منتجاته وعن شركته، وبالتالي يوصل حق الناس والشريحه اللي هو يستهدفها. واليوم صار في حلول افضل بعد، تقدر تعلن انت على وسائل التواصل الاجتماعي، على تويتر، على انستغرام، على فيسبوك، بتكاليف قليله جدا تسمح لك انك توصل وتنافس الشركات الكبار اللي قبل ما كنت تقدر تنافسها قبل 10 سنين وقبل 20 سنه. كانت بس التلفزيون محصور بين التلفزيون، سينما، اعلانات شوارع. أيه. يعني الاعلانات التقليديه اللي تكلفتها عاليه قبل هي المسيطره. صح. اليوم اصبح العكس، الشركات الكبار تتجه للاعلام الاجتماعي. وفي ميزه اخرى غير الكلفه والوصول المباشر للزبون، هو ان وسائل التواصل الاجتماعي هي وسيله ذات اتجاهين. الاعلان في الجريده انك تحط الاعلان ويوصل للزبون، بس انت ما تاخذ منه اي انطباع او رده فعل، بينما الاعلان في السوشيال ميديا راح تشوف رده فعل الزبون عن طريق اللايك، عن طريق التعليق، عن طريق اي رد فعل ممكن يوصلك على الرساله الخاصه. فتشوف راي الناس في منتجك، في شركتك، وتشوف ملاحظات الناس بشكل دوري، وتحسن من مستوى الشركه اللي راح ينعكس ايجابا على مستقبل البراند او العلامه التجاريه. تقدر تشوف رده الفعل ترى نفس اليوم، يعني انت من تعلن في السوشيال ميديا تشوفها ثاني يوم تشوفها. انزين خلينا نتكلم عن الفروع. انت قلت لي توسعت في الفرع، اول فرع وين بلشت وين راح نشوفك؟ احنا اول فرع كان في مدينه الكويت في المرقاب في برج جاسم. حلو. كان هذا الفرع الهدف الاستراتيجي من اختيار هذا الموقع هو الوصول لجميع المناطق السكنيه باسرع وقت ممكن. كنا مشروع صغير يعتمد على خدمه التوصيل بنسبه تقريبا 70%. اخترنا هذا الموقع اللي قربه من الخطوط الطرق السريعه، خط المطار، خط المغرب. صح. وخط. صح. اللي هو الفحيحيل. صح. والكويت سيتي، مدينه الكويت كلها بظهرك، فيعني نوصل الى اي نقطه في من مناطق الكويت خلال 30 دقيقه. يعني يكون مكان استراتيجي. كان اختيار الموقع على اساس يخدمنا في توصيل الطلبات باسرع وقت ممكن. وهذا كان موقع الانطلاقه في الديره، وبعدها توسعنا عشان نغطي الست محافظات في الكويت، فكان ثاني تغطيه لنا ثاني اكبر تواجد للسكان ومن مقيمين ومواطنين كان في المنطقه العاشره اللي هي في جنوب الكويت تقريبا. فتحنا فرعنا في بوحليفه، ومن ثم توجهنا الى جمعيه الخالديه، ومن ثم الى الجهره، ومن ثم الى منطقه مصر. السلام. اليوم اصبحنا نغطي اغلب مناطق الكويت ونوصل الى اغلب مناطق الكويت، وبالتعاون مع شركات داعمه في التوصيل والخدمات اللوجستيه الحين نغطي تقريبا حتى بالوفره والعبدلي اذا تبي نوصل لك ما عندنا مشكله. ما شاء الله. حلو. انزين وبعد الكويت وين الخطوة الجاية إن شاء الله؟ إحنا استراتيجيتنا للسنة العاشرة أن نكون متواجدين في دول الخليج ونفتح على الأقل ثلاث فروع. اليوم إحنا نتكلم وياك جاسم ما شاء الله خلال تصوير هالبرنامج، في شباب قاعدين من ربعنا يتواصلون مع مكاتب استشارية في السعودية للتأسيس. إن شاء الله إحنا خلال نهاية السنة راح نكون موجودين رسميا في السعودية، راح يكون التشغيل إن شاء الله قبل رمضان القادم في الرياض، ومن ثم راح ننتقل إلى المنطقة الشرقية وننتقل إلى البحرين، وفي عندنا دراسة لأحد الأسواق الأوروبية اللي نتمنى نكون موجود فيها بنهاية السنة الجاية أو بداية 2018. الله يوفقكم إن شاء الله يا رب. أو آخر سؤال بس عشان الواحد لما يبي يبطل
مشروع، هل تواجه صعوبات؟ شنو الصعوبات اللي واجهتكم؟ طبعا في كل دول العالم في صعوبات، احنا بالكويت صعوباتنا قد تكون خاصة في البيروقراطية اللي نواجهها في إجراءات تأسيس الشركات والمعاملات اللي الرسمية اللي تتم. أنا أشوف أن اللي يقدر ينجح في الكويت راح يقدر ينجح في أي دولة في العالم. تقريبا من 30% إلى 40% من الجهود أو التحديات اللي تواجهنا كمبادرين أو أصحاب مشروعات صغيرة في الكويت هي الإجراءات والمعاملات الرسمية اللي تأخذ من وقتها. فأتوقع أكبر تحدي واجهنا هو اليوم المعاملات الحكومية. التحدي الثاني هو غلو أو غلاء الأسعار اللي موجودة من حيث خلوات أو الإيجارات في المواقع التجارية. إحنا ما نلوم الناس اللي تبي تستفيد تجارياً من مواقعها، لكن هذا نوع من التحديات اللي إحنا نواجهها اليوم. على أساس نكون في موقع يقدر ينافس في السوق المحلي لابد أن نكون في مكان مميز، والمكان المميز اليوم أصبح فيه خلو. الخلو هذا يبي لك أنت تقعد كم سنة تيمع عشان تقدر تأسس، فهذا من التحديات. التحدي الثالث هو أن إحنا كأصحاب مشروعات صغيرة اكتشفنا خلال سنوات العمل بأن إحنا نحتاج ندرب نفسنا بشكل مستمر ودوري. من دون العلم المعرفة والمهارات المكتسبة ما راح نقدر نستمر. قد يكون نجاحك 6 أشهر، قد يكون سنة، لكن ما راح يكون مستمر إلى الأبد. لابد أن إحنا نسلح نفسنا في العلم، نأخذ لنا دورات محلية دولية في الجامعات المحترمة أو مراكز التدريب العالمية اللي تأهلنا لمواجهة المنافسة الشرسة والشديدة في السوق المحلي والسوق الإقليمي. فأنا نصيحتي أن الإنسان لابد أن يكون مبادر بالدرجة الأولى، لا يحط يده على خده وينتظر أحد يبارك له فكرته، لابد أنه يبادر في التطبيق. الخطوة الثانية أن يكون مخلص مثابر لتحقيق فكرته ولاستمرار النجاح، على أساس أن يكون نجاح مستدام ما يكون نجاح مؤقت. والعلم والمهارات هي اللي تضمن استمرارية نجاحه. ما شاء الله عليك حبيبي، قواك الله يا ركان، يعطيك العافية. كنا في شوكليت نيس، هذا المشروع الكويتي وهي علامة تجارية كويتية، وإن شاء الله نشوفك في أوروبا إن شاء الله. إن شاء الله نتشرف فيكم وبدعمكم، مشكورين وما قصرتوا. مشكور. وصلنا إلى الفقرة القانونية، هذه الفقرة برعاية جمعية المحامين، واليوم راح نتكلم عن عقود انتفاع القسائم الصناعية والزراعية. خلونا نشوف رأي المحامين ونرجع لكم. بالنسبة للمستثمرين أو المستأجرين، هناك نوعين من العقود في القسائم الصناعية المنتفع بها. عقد إما يوقع المستأجر أو المستثمر مع صاحب القسيمة أو المنتفع بالقسيمة، يوقع معه عقد إيجار للانتفاع بالمحلات أو المساحات الموجودة في القسائم الصناعية. هذا النوعين من العقود إن كانت عقود إيجار أو كانت عقود استثمار، وفي فرق بينهم طبعا. هذه العقود يمكن إخلاءها بحسب القانون، إما كانت حسب قانون الإيجارات أو حسب قانون التجاري بالنسبة لعقود الاستثمار. لكن النقطة الهامة جدا ويجب أن إحنا نوضحها، بأن مثل هذه العقود في حالة التنازل عن القسيمة لمنتفع جديد مع الدولة، يمكن للمنتفع الجديد طلب إخلاء كامل العقارات أو بعضها إن رغب، ولا يمكن للمستأجر أو المستثمر أن يتمسك بالامتداد القانوني الخاص بعقوده، وأن العقود هذه لا يمتد أثرها إلى المستثمر الجديد. هذه الطبيعة القانونية الخاصة بالقسائم الصناعية التي تختلف عن قانون الإيجارات بالنسبة للسكني أو للمحلات في العقارات الاستثمارية أو السكنية الأخرى. طبيعة العقود الخاصة بالقسائم الصناعية في حالة تنازل المستثمر مع تنازل المنتفع في القسيمة الصناعية لشخص آخر، يمكن للشخص الآخر المنتفع الجديد أن يطلب إخلاء هذه المحلات وعقود الإيجار أو الاستثمار، لأنه هو منتفع جديد ولا يمكن الاحتجاج بامتدادها إلى المنتفع الجديد وامتداد أثرها إلى ذلك.